بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل شرح المحاضرة التاسعة من محاضرات كورس الباور سيستم سويتش جير اند بروتكشن، واللي نتكلم فيها عن اذر سويتش جير كومبوننتس. تكلمنا في الجزء السابق عن الايسوليتر او الديسكونكتر، وبنتكلم في هذا الجزء عن السيرج ارستر. فاذا موضوعنا في هذا الجزء عن السيرج ارستر، وهي كومبوننت مهمة من الكومبوننتس الموجودة في السبستيشن للحماية من السيرجز اللي تحصل بسبب عمليات السويتشنج أو الصواعق. طيب، السيرج أريستر هي ديفايس تستخدم في الباور سيستم لحماية الباور سيستم إكويبمنت من الأوفر فولتج ترانزيانت، واللي هي السيرجز أو الزيادة الكبيرة والمفاجئة والسريعة في قيمة الفولتج اللي تحصل بسبب الصواعق، وهي الإكسترنال إيفنت، أو عمليات السويتشنج الداخلية في السيستم. فهذه السيرج أريسترز تستخدم عادة في السيستمز اللي أعلى من 1 كيلو فولت مع الباور سيستم إكويبمنت المهمة مثل الترانسميشن لاينز والترانسفورمرز. هنا واضح استخدام السيرج أريسترز مع ترانسفورمرز في السبستيشنز، وهنا مع ترانسميشن لاينز، وهنا مع محولات التوزيع الصغيرة في مناطق اللود. طيب، المادة المكونة للسيرج أريستر هي ما يعرف بالزنك أوكسايد، ومن أهم وأبرز خصائص هذه المادة إنها نان لينير ريزيستنس، واللي تسمى فاريستر. فقيمة مقاومة هذه المادة تتغير تبعا لتغير الفولتج، فعادة تكون قيمة هذه المادة تتغير بين 1.5 ميجا أوم، ويمكن أن تتناقص بناء على قيمة الفولتج حتى 15 أوم. يعني إحنا نعرف مثلا من تجربة قانون أوم، لو عندنا مقاومة 10 أوم وصلناها على مثلا سورس بقيمة 100 فولت، فلو نغير قيمة الفولتج سورس مثلا هنا إلى 200 فولت، قيمة المقاومة لا تتغير أبدا. أما هذه المادة الزنك أوكسايد المكونة للسيرج أريستر، طبيعتها من قيمة مقاومتها تتغير مع تغير الفولتج، وهذا هو مبدأ الأساسي لعمل السيرج أريستر. طيب، بدون السيرج أريستر يمكن أن الصاعقة تدمر هذا الترانسفورمر وتسبب مشاكل وباور انتربشن على منطقة اللود. فلحماية الترانسفورمر يتم توصيل السيرج أريستر بارلل مع الترانسفورمر بهذا الشكل. طيب، كيف تتم عملية حماية الإكويبمنت من الصواعق باستخدام السيرج أو اللايتنينج أريستر؟ فالسيرج أريستر مثلا ما تمتص الصاعقة ولا تقدر تمنع حدوثها. دورها الأساسي هو تكوين مسار سهل للصاعقة للمرور إلى الجراوند، وعدم المرور أبدا خلال الإكويبمنت. فهذا هو المبدأ الأساسي لعمل السيرج أريستر، أنها مكونة من الزنك أوكسايد. خاصية هذه المادة أنها تكون هاي إمبيدنس أثناء قيمة الفولتج الطبيعية، وتكون لو إمبيدنس خلال قيمة الفولتج العالية. فيتم الاستفادة من هذه الخاصية بتوصيل الأريستر على التوازي مع الإكويبمنت. فهنا مثلا عندنا اللود أو أي إكويبمنت، مثلا ترانسفورمر أو ترانسميشن لاين، وهنا السيرج أريستر موصل على التوازي مع هذه الإكويبمنت أو اللود. فعندنا النورمال كونديشن مثلا السيستم هذا يشتغل عند 220 فولت، فعند قيمة الفولتج هذه خاصية المادة المكونة للسيرج أريستر تكون عندها مقاومة أو امبيدنس عالية جدا، بحيث تكون كأنها انسوليتر، أو نقدر نقول كأنها هواء أو open switch، وما في أي conductivity، فالكرنت الطبيعي بيمر خلال الإكويبمنت بشكل طبيعي، وما في أي كرنت بيمر من خلال هذا المسار لأنه very high impedance. أما في حالة very high voltages اللي تنتج بسبب الصواعق أو switching، تتغير مقاومة الأريستر إلى قيمة منخفضة جدا، بحيث تتحول إلى conductor أو closed switch أو شورت سيركت، وتكون المسار الأسهل للهاي كرنت اللي يمر من خلالها إلى الجراوند، وبالتالي عملنا بروتكشن لهذه الإكوبمنت من الأوفر فولتج. فإذا هذا ما يتعلق بنظرة عامة والفكرة الأساسية لمبدأ عمل السيرج أريستر. الجزء القادم بإذن الله بنتكلم عن كومبوننت آخر من الباور سيستم سويتش جير كومبوننت، وهو ما يعرف بالويف تراب.